مزارع يبسات ونقلل الماء. كنا طفولة تبيع المزارع وتعلم من الوالد الله يرحمه. الأرض جزء جزء من عمري. الطريقة التقليدية ما يوصل الماء لا هانها لا قد استنزفه نصه يكون قليل أصلا الماء يعني من الله يكون قليل في البير أو في المياه الجوفية قليل البير يوصل الماء يعني يوصل خلال ساعتين يمكن يوصل المنطقة اللي يشتيها المزرعة. قامت المنظمة بعمل لهم اللي هو هذه الأنابيب عبارة عن أنابيب مخارج فيها مزدوجة وفيها مفردة كل مسافة معينة مثلا في على المزرعة أكثر مسافة على 150 متر. طبعا معنا هناك ما يقارب 500 متر قد دفنت بالرمال كامل. احنا بنعمل إزاحة بنخرجها من الرمال بنعمل إزاحة ونواصل مع مسار القناة إلى طرف الوادي. السبب إنه هنا مع قرب العارم حق الرمال عمل دفن للقناة. احنا بنعمل إزاحة تقريبا 20 متر عشان نبعدها من كم الرمال. بنعمل لها حماية سال قبيونات عشان ما تدفن. حاليا احنا اثناء مرحله تنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه في المزارع. هذا المشروع سيسهم بشكل كبير في تقليل فاقد المياه وترشيد استهلاك المياه من قبل المزارعين، حيث كان يعتمد المزارعين على الطرق التقليديه في الري من بينها الري بالغمر. ايضا هذا المشروع سيعزز الانتاج الزراعي في المنطقه او في المحافظه بشكل عام.